هنعمل النهاردة طريقة عمل القلقاس بالفراخ والرز. معايا هنا قلقاس اهو، هنبدأ انا غسلاه الاول وبعد كده نبدأ ايه نقشره اهي. هنقشر دي كمان. خلي بالنا عشان هي بتبقى جامده شويه، فلازم نخلي بالنا من ايدينا واحنا بنقطع اهي. دي بنشيلها خالص عشان ما تمررش في القلقاس. وبعد ما نقشرها هنغسلها وننشفها. هنا هنغسل اول القلقاس مع بعض كده. اهم حاجه بس ايه نغسله حلو عشان بيبقى فيه ايه تراب مكان ايدينا مكان مقشره. هناخد هننشف واحده واحده كده. اهم حاجه ما يكونش فيه ميه خالص عشان ما نيجي نحطه في الشوربه ما يبقاش ايه عامل زي الزلال كده اهي. اخر حته ده نشفها وبعد كده هنقطع. انا هنا حاطه معايا رز انا هنا عامله رز اهو، حاطه سمنه وسبتها تقدح وبعد كده رحت نزلت عليه بالرز غسلته وصفيته خالص من الميه عشان يديني ايه فلفله حلوه في الفرخه اهو. معايا هنا الفراخ، هنا انا بسلق فراخ اهي، سخنت ميه وحطيت ملح وفلفل وحطيت الفراخ بعد ما الميه. معايا اهو القلقاس كده، هنبدا نقطعه مع بعض. التقطيع ده حسب ما احنا عايزين، صغير او كبير زي ما احنا عايزين اهو. انا بنحبها وسط لان هي بتستوي معايا بسرعة. ماشي، هنقطعها مكعبات كده. بنحب نقطعها على قماشه عشان ايه يشرب لو في اي ميه القماشه تشرب اهو. هنقطعها كده هي بتبقى جامده معلش شويه اهي كده. في ناس بتعصر عليه ليمون عشان ما يسودش لو هما هيقعدوا، لكن انا مش هنقعده هنعمله في ساعتها. تقطيعته سهلة اهي.
اهم حاجه نقشره حلو ونغسله قبل ما نقشره وننشفه اهو. هنمسك دي برضو نقطعها كده اهي. هناخد الكبيرة دي كده نشوف مع بعض نقطعها ازاي. هنجيبها كده في ناس بقى بتمسكها زي الحلقات اللي انا كنت ماسكاها كده وبنقشرها، وفي ناس بتمسكها هي واحده كده على بعضها وتتقشر، بس بتبقى اللي هي اللي لما بتتقطع حلقات وتتقشر بتبقى اسهل زي ما انا وريت اهي. هنقسم دي كده هناخد دي كمان اهي. هنوريكم بعد كده بعد ما نقطع القلقاس هنعمل ايه فيه. واحدتين اقطعها قد ايه اهو. بعد كده بقى هنفرد ده كله هنا. علشان لو في اي ميه تتصفى على القماش. معايا هنا خضره. ماشي. هنضربها في الخلاط. ناس بتقطعها انا ما بحبش نقطعها بضربها في الخلاط وبعد كده اروح ايه مصفيها اهي. معايا كده السكينه بنقطعها قطع كده اهو. بحط ده كله في الخلاط. Gracias.
اشكي فيها الخضره دي كلها. انا ليه صفيت الخضره هوريكم دلوقتي، عشان انا محتاجه الميه بتاعه الايه بتاعه الخضره، وهنحتاج برضو الطفل مش هنرميه، هنصفي خالص الطفل ده كله. بص الميه بتاعتها خضره ازاي اهي. هنجيب حلة صغيرة انا هنا هناخد الشوربة، انا كده حطيت حلة على النار، هناخد الشوربة دي اللي هعمل فيها الايه الدقيق. شايفين مية البقسة اهي، هننزلها عليه. والطفل البقسة الخضرة لسه معاه، هنعملها مع شوية. هنجيب البقسة كده ننزل بالرقاس انتوا كده حاسين ان لسه ايه الميه فاتحه، بس لما نحط التبل بتاعه مع الطشه هتلاقوها لون تاني خالص. هنسيبه على النار يستوي ونحط له شويه ملح بس صغيره. انا هنا جبت طاسه وحطيت فيها سمنه، هنسيب السمنه تقدى، دي اللي هنعمل فيها الطشه بتاعه الايه بتاعه القلقاس. ومعايا هنا لسه القلقاس اهو بيستوي، هنحط التومة هنحطها شوية كزبرة. هنا معايا الطفل اللي هو بتاع الخضرة بعد ما تتحمر التومة، هنحطها مع التومة. هننزل كده الطفل بتاع الخضرة اللي احنا كنا شايلينه اللي كنت مصفيه انا. ريحة فظيعة بصراحة. هنبدأ نحمص ده كله مع بعض كده. هنجيب لحمة السمنة كمان. لان الخضره شربت السمنه كلها، فاحنا حاطينها في السمنه عشان تتحمص معانا اكتر.
الفراخ اهي بتتسلق، قربت تتسلق خلاص هنحمرها على النار. هننزل كده اهو بالقلقاس، القدرة كلها في القلقاس كده. شايفين اخضر ازاي وحلو؟ اه. هنوطي بقى عليه النار يسيبه خالص، وهنطلع الفراخ عشان احمر. عملنا كده اهو القلقاس، وهنا الرز اهو عملناه مع بعض، وهنا حمرت الفراخ. ودي طريقة سهلة جدا للقلقاس، وبالهنا والشفا.